السلام عليكم خوتنا المشاهدين. اليوم جينا نهضروا على حورية ومحبوبة. حورية قالت واحد الكلام اللي خطير بالنسبة للمحبوبة، واللي ما فكرتش مزيان مني قالت هذيك الهضرة عليهم، وما فكرتش في العواقب على محبوبة قانونيا وكل شيء، قانونيا وأسريا وكل شيء. هذيك الهضرة اللي قالت على أن محبوبة كيخزنوا الفلوس، عندهم الفلوس بزاف وكيخزنوا الفلوس غير تحت السداري. بهذا الكلام وبهاد الشهادة ضد محبوبة هذه، راه ما بقاتش غير هاد الناس غادي تقول فيهم كلمة اللي زعما باش يطيحوا، ولا باش تحيد لهم قناة، ولا باش تمشي المشاهدة. هاد الكلمة راه ضدهم حتى قانونيا، حيت ما يمكنش شي واحد غادي يكون تيمتلك واحد الاموال كيف ما قالت هي. نهار قالت مشاو لطنجة، بقاو الناس كيصيفطوا لهم فلوس فلوس فلوس، ولات عندهم غير مشتة، حتى الحسابات ديالهم ولاو غير كيصيفطوا للجيران كيقولوا لهم تسلموا هاد المبالغ الخيالية اللي كتجيهم من عند المحسنين. بهاد الهضرة هادي راه حتى هما كيتلاموا علاش كيخزنوا الفلوس في الدار وما كيديوهاش للبنكات، حيت اي واحد عنده مال كما غنعرفوا شحال مره داروا اعلانات بان اي واحد عنده شي حاجه يديها البنكه، وخصوصا هاد السيده هذه اللي كانت داخله معهم الدار وكتثبت وكتقول انا جمعت فلوس وديت لهم فلوس فلوس مبالغ مهمه وخزنوهم قدامي غير تحت السداري. العروسه ديالهم كانت كل شيء، عروستهم الريفية هي اللي كتخزن الفلوس وهي كل شيء في الدار. كان اختي هادشي قبل ما تخرجي بيه وتقولي، كان عليك تفكري مزيان وتفكري مزيان عاد تخرجي بهاد التصريحات اللي ضد هاد الناس اللي كانوا معاك. وكما قلتي انت ما بقاتش عندك فيهم الثقه، اللي عطيتيهم فلوس وما داروش بهم هذاك الشيء اللي وصاوك عليه المحسنين، وقلتي صافي انا حبست. كان عليك هادشي تهضري معاهم هما شخصيا وتقولي لهم راه عيب وحشومه هادشي اللي درتو. بلاش من هاد الفضايح ديال اليوتيوب، بلاش من هاد الشوهه كما تنقولوا. الحقيقه كنظن هادشي غيضر بمحبوبه، حيت حتى واحد ما غادي يجي واحد الانسان كان معاك صديقك في داخل عندك لبيتك وشايف فين تخزني وشايف فين تاكلي وفين تشربي، واحد النهار كيخرج وكيدير واحد الفيديو كما كنقولوا بوم، كيبدا يعود على حياتك اشنو كديري وفين كتخزني فلوسك واش تديري واش تديري. راه قاصحه شويه. دابا راه تجي عندك غير صديقه وتدخل لدارك وتخرج تقول فيك شي حاجه، اما تيا ماكلتك خايبه ولا دارك ما نقياش ولا شي حاجه، عرفتي راه ما عرفتش كيوقع ليك واش ديري في هذيك الانسانه اللي خرجت وقالت عليك هذيك الهضره، ولا غتكون غير جوج الناس ولا انسانه وحده اللي سمعت هذيك الخبار عليك وما كترضايش وكيبقى فيك الحال وهادي وهادي. ما حسب لك دابا هما محبوبه اللي كل شيء تقريبا شحال عندهم، شي واحد كيشوفهم شي عندهم 700 ألف مشترك اللي عندهم في القناه، كاملين دابا سايقين الخبار بان هاد الناس اسرارهم وكل شيء خرج للسوشيال ميديا، وبلا راهم تيشدوا الفلوس وما كيديروش بهم داك الشيء، يعني كينصبوا على الناس. وهذوك المحسنين اصلا اللي هما كانوا كيعطيوهم فلوس وطايقين فيهم، حتى هما غيتصدموا ويقولوا اه الانسانه كانت معاهم وخرجت قالت لهم هذا الشيء، غادي تما يتفاجئوا فيهم وبزاف وبزاف ديال الحوايج. هذا الشيء علاش قلت لهاد الانسانه ما فكراتش، وحتى المتابعين ديال محبوبه حتى هما هاجموها وقالوا لها علاش خرجتي اسرارهم وعلاش قلتي بانهم كيخزنوا فلوس هنا وهنا وهنا. هذه هي الرساله اللي جيت نوصل اليوم، ومع السلامه. فيديو اخر.